تأكيد أمريكي على الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج ومواصلة التعاون والعمل معها في القضايا التي تخص أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عامة. جاء التأكيد على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مقر المجلس بالرياض. وفي مقدمة هذه القضايا المشتركة بين الطرفين تحقيق سلام دائم في اليمن وإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا. نعمل معا لإيجاد حل دائم للصراع في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار لليمنيين والتصدي لممارسات إيران لزعزعة الاستقرار ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وحول العالم، ونعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. الوزير الأمريكي أكد خلال اللقاء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نعمل على وقف القتال في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومساعدة الشعب السوداني في تحقيق مطالبه بتحول ديمقراطي. وعلى هامش الاجتماع التقى الضيف الأمريكي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وتناول اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. زيارة بلينكن إلى الرياض هي الثانية لمسؤول أمريكي رفيع المستوى خلال أسابيع، فقد سبقتها زيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مايو الماضي.